شكرا لهذه الرسالة من تلفزيون وقناة اقرأ. وهذا هو الوقت فعلا، هذا هو الوقت الذي نحتاج أن نتحدث، نحتاج أن نتحدث إلى الناس. ومثل ما قال خادم الحرمين الشريفين، الإنسان أولا، صحته وسلامته أولا. على أي حال احنا استعرنا العنوان من عنوان وضعته أنتوا في عكاظ. على أي حال بتركي في الخطاب الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رعاه الله، كان قبل أيام، اطلع الناس في أو أطلع الناس في البلد على الوضوح والصراحة المعهودة، وخاطبهم بلغة الأب وحنان الراعي، واستهل خطابه للمواطن والمقيم على حد سواء. إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فتعلمون حفظكم الله ورعاكم ما يعانيه العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، كفانا الله وإياكم والعالم أجمع شرها. إننا نعيش في مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماما أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها. مؤمنين بقول الله تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يعني كلمة خادم الحرمين الشريفين فيها مصارحة، نعم، للشعب، فيها مصارحة للمواطن السعودي، فيها مصارحة للمقيم على أرض المملكة العربية السعودية، فيها حقيقة وواقع. اليوم العالم كله يعمل باتجاه يعني تجاوز هذه الجائحة، تجاوز هذا الوباء. خادم الحرمين الشريفين كما تعرف يعني فلسفته الإدارية دائما فيها كثير من الشفافية، ومن يعرف يعني تاريخ الملك سلمان وخلال عمله في أمارة الرياض وما قبل ذلك ثم ما بعد ذلك خلال تدرجه في المناصب، يعرف فلسفته القائمة على الصراحة والشفافية وأيضا المكاشفة مع الناس. أنا أعتقد أنه في يعني مصارحة حقيقية بأنه هذا الداء وهذه المرحلة العصيبة الصعبة على المجتمع السعودي وكذلك أيضا المقيمين في المملكة. نعرف بأنه تم تعليق الكثير من النشاطات والفعاليات والكثير من الأحداث في المملكة، لا يمكن أن يتخذ مثل هذا القرار وما يترتب عليه من آثار اقتصادية وكذلك آثار مادية إلا لأن هناك في جائحة حقيقية. هذه الجائحة يجب أن يعرف الناس مدى صعوبة الأمر. نعم. خادم الحرمين الشريفين في خطابه وفي حديثه تحدث للناس من القلب إلى القلب. صحيح. أنا أعتقد أن هذا ما يجب أن يكون عليها القائد، وهذه شخصية الملك سلمان، وهذه المملكة العربية السعودية، وهذه سياستها، وهذه تفاعليتها أيضا مع الأحداث العالمية. المملكة أيضا تبرعت للمنظمة منظمة الصحة العالمية، كذلك أيضا قامت بمجموعة من المبادرات في الداخل وكذلك للخارج، أرسلت أيضا مساعدات إغاثية وصحية إنسانية إلى الصين خلال فترة الجائحة، ونعرف أنه دور مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية. هذا هو المملكة العربية السعودية، هذه رسالة الملك سلمان، هذه رسالة المملكة العربية السعودية.